شكرا. سؤال عن جدير الاكتشافات المعدنية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. شكون؟ من؟ أنتظر. لا أحد. أمور تفضل السيد النائب. أيوا السيد الوزير، بغينا تنورونا وتنوروا الرأي العام الوطني حول الاكتشافات الجديدة في مجال ديال المعادن، وبغيتك تنورنا وتنور الرأي العام في إقليم خنيفرة، واش كاين هناك شي اكتشافات جديدة في المنطقة، وحتى إلا كانت شنو هي الفائدة الساكنة منها، واش هي شنو تستفد منها الجماعة الترابية اللي هي كتوجد هاد المناجم في الدائرة ديالها، وبغيناكم تعطينا واحد النفي أو التأكيد حول كنسمعوا اكتشاف الغاز في جهة، اكتشاف البترول في جهة أخرى، اكتشاف المعهد النفيس في جهة أخرى، هادشي اللي كنسمعوا، بغيناكم تنورونا وتوري العمل الوطني على كل هذا. شكرا سيد الوزير. تفضلوا السيد الوزير جوابكم. أشكر السيد النائب المحترم، سؤال عريض. نبغي نطمئن السادة النواب والسيدات النائبات أن بدينا الآن حملة كبيرة فيما يتعلق بالمعلومة الجيولوجية، وقعنا مع جميع الجهات، وبغينا الجهات والأقاليم يعرفوا ماذا تملكوا، على ماذا تحتوي الأراضي ديالهم من خيرات، ماشي في المعادن، معادن والمقالع، وإلا كان البترول لأنه توا معدن، وإلا كان حتى الماء إلى غير ذلك. فإذا أول مدخل هو المعلومة الجيولوجية، واللي قررنا اتخذ قرار وضعها رهنة إشارة الجميع بدون استثناء، واحد البورتاي في الوزارة في هادشي، وحنا كنطوروا هاد المنظومة. المسألة الثانية أن هذاك الشيء اللي تكتب على الذهب غير صحيح. أنا كنتمنى اللي كتبوا هذوك الصحابي يتصلوا بيا يديوني تما نشوف هاد الذهب كيف داير فين كاين، لأنه عاود ثاني تيخصنا نشروا المعلومة الصحيحة. راه هاد البلاد راه ما بقاش فيها اللي كيجي شي حاجة كيسرقها إلا إلى خاصة في هادشي ديال المعادن، ما يمشي حوايج اخرى ما كنعرفهاش في المعادن. الا كانت ديونا نشوفوا هادشي، لان النهار اللي وقعت بعض الاحداث نادوا الناس باش يشعلوا العافيه، جابوا شي معادن الذهب وكيمشيو في الطيارات وكيهربوا مع الى كاننا في يعني في زيسكوبار ديال شي منطقه. هاد البلاد فيها قوانين، ولا كان شي حاجه ينبهونا الناس يمشيو لها. خنيفرة فيها معادن وغادي تطور وغادي تخلق فرص ديال الشغل منها. واحد المعدن اللي غادي تخلق. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. صافي، هل هناك تعقيب اضافي؟ لا.